روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لا يخفى عليكم أن من أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى طلب العلم، ويكفي هذه العبادة شرفا أن الله تبارك وتعالى أثنى على أهلها في القرآن الكريم وذكر ما أعده لهم من الأجر والثواب العظيم يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولاحظ أن الله تعالى حصر الخشية في هذه الآية في العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم هم أهل الخشية. وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وغيرها من النصوص التي تدلك على أهمية طلب العلم. وهنا في هذا الحديث العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. وهذه جملة شرطية، كل من سلك طريقا يلتمس فيه علما. وقد قال علماؤنا عليهم رحمة الله: إن الطريق نوعان، طريق حسي وطريق معنوي. الطريق الحسي إن الإنسان يمشي لطلب العلم ويرحل لطلب العلم، كما رحل جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لطلب حديث واحد من المدينة إلى مصر. ويمشي الإنسان للدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب النافعة. ده يا أخواننا الطريق الحسي لطلب العلم. والطريق المعنوي كأن يدرس الإنسان ويراجع في كتب أهل العلم ويدون العلم ويستمع لأشرطة العلماء وما أشبه ذلك. فكلاهما داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني بيفتش فيه العلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وده من شرف العلم، إنه بيوصلك للجنة. والعلم كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران، في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني.
ده هو العلم يا أخوانا، معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم النافع الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. دي مسألة أخوانا، والكلام حول هذا الباب يطول، وقد صنف العلماء كما تعلمون في ذلك مصنفات ككتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله،